في هذا الفيديو سنتحدث عن الكهروسلبية، والتي تعتبر من أهم المواضيع التي يتناولها علم الكيمياء. سنستخدم تعريف لينوس بولينغ في كتابه الرابطة الكيميائية. طبعا لينوس بولينغ قال أن الكهروسلبية هي مقدار قوة الذرة في الجزيء لجذب الإلكترونات نحوها. دعونا نتناول مثالا الآن ليساعدنا على فهم الموضوع، وليكن الميثانول على سبيل المثال. سأقارن الآن بين الكربون والأكسجين من ناحية الكهروسلبية، ولعمل هذا أريد أن أنظر إلى الجدول الدوري العضوي هذا، والذي يظهر العناصر الأكثر استخداما في الكيمياء العضوية. وإذا نظرنا إلى الأرقام باللون الأزرق، فهي تدل على مقدار الكهروسلبية لكل من العناصر. طبعا ليونس بولينغ قام عمليا بحساب قيمة الكهروسلبية لكل عنصر من هذه العناصر، وهذا يسمح لنا بمقارنة العناصر من ناحية الاختلاف في الكهروسلبية. ونعد الميثانول، فهو يحتوي على الكربون، والكربون لديه كهروسلبية قيمتها 2.5، وسنقارن هذا بالأكسجين والذي لديه كهروسلبية وكهروسلبية قيمتها 3.5. إذا الأكسجين أكثر كهروسلبية من الكربون. ومن تعريف بولينج للكهروسلبية، فإن الأكسجين له مقدرة على جذب الإلكترونات إليه أكثر من الكربون، لذا لنفكر في الرابطة التساهمية هذه بين ذرتي الكربون والأكسجين التي يتشاركانها، إنهما يتشاركانها بشكل غير متساوي. طبعا الأكسجين يجذب الإلكترونات هذه لناحيته أكثر من ناحية الكربون. بما أن الإلكترونات ذات شحنة سالبة، فإن الأكسجين سيحصل على القليل من الشحنة السالبة بسبب قرب الإلكترونات الرابطة، وإلكترونات الرابطة أكثر إليه، وسنعبر عن هذا أنت. وهذا يشير أن الأكسجين لديه شحنة سالبة جزئية. وللتعبير عن مدى انحياز الإلكترونات الرابطة لأي ذرة من ذرتي الرابطة، فإننا نستخدم هذا السهم الذي يدل على أن الإلكترونات أو إلكترونات الرابطة هي أقرب لذرة الأكسجين منها إلى ذرة الكربون. وأيضا الكربون قبل أن يرتبط مع الأكسجين كان محايدا، أما ارتباطه معه جعله يخسر بعض من كثافته الإلكترونية السالبة، مما جعل شحنته موجبة جزئيا بعكس شحنة الأكسجين الجزئية. وللتعبير عن هذا نستخدم الرمز دلتا الموجب على الكربون، وهذا ما يسمى بوضع الاستقطاب. قليل من الشحنة السالبة على جانب، وبعض من الشحنة الموجبة على الجانب الآخر. ما تزال رابطة تساهمية، لكن يقال رابطة تساهمية مستقطبة بسبب اختلاف الكهروسلبية بين ذرتي الرابطة. نعم، الآن لنجرب أمثلة أخرى. لنفكر في جزيء لديه ذرتين من الكربون بهذا الشكل. نعم، هذا الإيثان على سبيل المثال. ونفكر في الإلكترونين الرابطة. في هذا المثال كل ذرة كربون لديها نفس القيمة من الكهروسلبية، 2.5 لذرة الكربون في اليسار، و2.5 لذرة الكربون في اليمين. إذا الفرق في الكهروسلبية هو صفر، وهذا يعني أن الإلكترونات بالأحمر لن تتحرك ناحية ذرة كربون معينة دون الأخرى، وستبقى في المنتصف وتتشارك فيها الذرتين بشكل متساوي. إذا هذه رابطة تساهمية ولا يوجد استقطاب هنا، بما أنه لا يوجد فرق أصلا بين الكهروسلبية لكلا الذرتين. في الكهروسلبية إذا نسمي هذه الرابطة رابطة تساهمية غير مستقطبة، رابطة تساهمية غير مستقطبة هكذا. لنجرب مثالا آخر الآن، لنقارن الكربون مثلا مع الهيدروجين. إذا كان لدينا هذا الجزيء ولدينا رابطة بين الكربون والهيدروجين، ونريد معرفة ماذا يحدث الإلكترونات بالأحمر بين الكربون والهيدروجين، شاهدنا أن الكربون لديه كهروسلبية قيمتها 2.5. ولننظر إلى الجدول، هنا نرى أن الهيدروجين لديه كهروسلبية قيمتها 2.1، إذن الفرق هنا بينهما 4. إذا هناك فرق في الكهروسلبية بين هاتين الذرتين، ولكنه صغير جدا. وحقيقة أن معظم الكتب التعليمية تعتبر الرابطة بين الكربون والهيدروجين هي رابطة تساهمية غير قطبية. الآن دعونا نأخذ مثالا تناولناه مسبقا في الأعلى، ونقارن الكهروسلبية بين الكربون والأكسجين الآن، وهو الميثانول. نعلم أن الكربون لديه كهروسلبية قيمتها 2.5، والأكسجين لديه قيمة كهروسلبية تساوي 3.5 كما ذكرنا، والفرق بينهم الآن هو 1، وهذا كافي لتكون الرابطة بينهما تساهمية قطبية. إذا الرابطة التساهمية بين الكربون والأكسجين هي رابطة قطبية، رابطة تساهمية قطبية. عند التفكير بالإلكترونات في الأحمر هنا،
الإلكترونات بالأحمر سوف تقترب باتجاه الأكسجين أكثر وتعطي الأكسجين شحنة سالبة جزئية، وبما أن الكثافة الإلكترونية تناقصت حول الكربون، لذا فإن الكربون سيحصل على شحنة موجبة جزئية بعكس الأكسجين مثل ما ذكرنا. الآن لاحظوا أن إذا كان الفرق في الكهروسلبية واحد فقط، فسنعتبر الرابطة رابطة تساهمية قطبية، وإذا كان الفرق 4 بالعشرة سنعتبرها رابطة تساهمية غير قطبية. وليكون حديثنا واضحا ويعتمد على مراجع علمية موثوقة، فإن أغلب الكتب تعتبر أن الرابطة التساهمية رابطة قطبية إذا كان مقدار الفرق في الكهروسلبية أكثر من 4 بالعشرة، أو آسف 5 بالعشرة. أما إذا كان أقل من هذه القيمة فإن الرابطة ستكون غير قطبية، ستكون رابطة تساهمية فقط وغير قطبية. وللتنويه أيضا يجب العلم أن مقياس بولينج ليس هو المقياس الوحيد للكهروسلبية، وإنما يوجد عدة مقاييس غيره. إذا كما ذكرنا، الحد الفاصل بين الرابطة القطبية والغير قطبية هو مقدار الفرق 5 بالعشرة في الكهروسلبية. إذا مقدار الفرق 5 في 10. يعني نأخذ مثال آخر وسأقارن، أو سأقارن الآن بين الأكسجين والهيدروجين، لنفكر ماذا يحدث للإلكترونات بينهما. الإلكترونات بالأحمر هنا بين كلا الذرتين. طبعا قيمة الكهروسلبية للأكسجين تساوي 3.5، وللهيدروجين إذا فلنكتب 3.5، وللهيدروجين 2.1 في 10. إذا الفرق في الكهروسلبية هو 1.4 في 10. إذا هذه رابطة تساهمية قطبية. وبما أن الأكسجين أكثر كهروسلبية من الهيدروجين، فإن الإلكترونات بالأحمر ستكون أقرب للأكسجين، ويصبح الأكسجين بشحنة سالبة جزئية، والهيدروجين سيحصل على شحنة جزئية موجبة. هكذا دعوني أرسم رابطة بين الكربون والليثيوم في هذا الجزيء. هكذا هنا الليثيوم. مرة أخرى ما يهمنا هو الإلكترونين هنا بالأحمر بين الكربون والليثيوم. الكهروسلبية للكربون هي 2.5 كما ذكرنا. نعم 2.5. والكهروسلبية للليثيوم، يجب أن نعود إلى الجدول الدوري الآن لنجد قيمة الكهروسلبية للليثيوم. إذا نجد الليثيوم هنا في المجموعة الأولى، ولديه كهروسلبية قيمتها 1. فلنكتب هنا 1. نعم. والفرق بين الكهروسلبية الآن هو 1.5. إذا يمكن اعتبار هذه الرابطة رابطة تساهمية قطبية، ولأن الكربون هو أكثر كهروسلبية من الليثيوم. نعم، فالإلكترونات بالأحمر ستكون أقرب لذرة الكربون من الليثيوم، لهذا الكربون سيكون له كثافة إلكترونية عالية وسيكون ذو شحنة جزئية سالبة، وأما الليثيوم فسيخسر بعض من الكثافة الإلكترونية حوله، لذا سيكون ذو شحنة جزئية موجبة. الآن أنا أتعامل هنا مع الرابطة كرابطة تساهمية قطبية. سنرى خلال ثواني أنه يمكن اعتبار هذه أيضا رابطة أيونية. هذا يعتمد على قيم الكهروسلبية التي نتعامل معها، وسنوضح هذا من خلال مثال. إذا يمكن اعتبار هذه الرابطة رابطة أيونية. لنجرب مثلا نعلم بالتأكيد أن، ولنأخذ الآن مثال كلوريد الصوديوم، وهو مثال مشهور على الرابطة الأيونية. هنا الرابطة بين الصوديوم والكلور. نعم، نضع الإلكترونات حول الكلور هكذا، ونعلم أن هذه الرابطة تتكون من إلكترونين هكذا، سأحددهم الآن. لننظر إلى الاختلاف في الكهروسلبية بين الصوديوم وعنصر الكلور. الصوديوم الذي له كهروسلبية قيمتها 9 في 10، والكلور لديه كهروسلبية تساوي 3. نكتب هذا 9 في 10 للصوديوم و3 للكلور، وهذا فرق كبير في الكهروسلبية، وهو يساوي 2.1 في 10. إذا الكلور أكثر كهروسلبية من الصوديوم، ويتضح لنا أن الفارق كبير جدا هنا 2.1 في 10، لذا لن يعود هناك مشاركة بالإلكترونات، وإنما سيصبح السرقة. إذا عند رسم هذا الجزيء هنا سنبين أن الكلور سيحاط بثمانية إلكترونات. إذا هذان الإلكترونان في الأحمر بين الصوديوم والكلور، بما أن كهروسلبية الكلور أكثر بكثير من قيمة الصوديوم الكهروسلبية، فإن الكلور سيجذب الإلكترونات الرابطة بشكل كبير إليه بحيث يسرقهم بشكل كامل. إذا هذان الإلكترونان سيسرقهما الكلور، ويبقى الصوديوم هنا. نعم، إذا الكلور لديه إلكترون إضافي، وهذا يعطيه شحنة
تساوي ناقص واحد. ولا نتحدث عن الشحنة الجزئية الآن، الكلور يحصل على شحنة كاملة سالب واحد، والصوديوم يخسر إلكترون ويصبح صاحب شحنة موجبة كاملة بهذا الشكل. إذن هذه رابطة أيونية بين هذين الأيونين، نعم رابطة أيونية، لأن الفرق في الكهروسلبية يساوي 2 و1 في 10. الكتب تحدثت عن الفرق 1 و7 في 10، فإذا كان الفرق بين كهروسلبية ذرتي الرابطة أكثر من 1 و7 بالعشرة، فإن الرابطة التي بينهما هي رابطة أيونية، أو أما إن كان الفرق أقل فيمكن اعتبار الرابطة من ضمن الروابط القطبية. لكن هذا ليس صحيحا دائما، فإذا عدنا إلى مثال الكربون والليثيوم سنرى أننا اعتبرنا أن الرابطة بينهما هي رابطة، هنا هي رابطة تساهمية قطبية، ولكن أحيانا ربما سنتعامل مع هذه الرابطة أكثر، ونرسم الرابطة بين الكربون والليثيوم ونتعامل معها على أنها رابطة أيونية. بما أن الكربون أكثر كهروسلبية من الليثيوم، لذا فإن الكربون سيسرق الإلكترونين ناحيته. إذا سنبين الإلكترونين بالأحمر، ونرى أنهم الآن تحركوا ناحية ذرة الكربون ولم يعد يشاركهم مع الليثيوم. الكربون سرقها والليثيوم سيكون هنا، وقد فقد إلكترون واحد وأصبحت شحنته زائد واحد، والكربون أصبحت شحنته الآن ناقص واحد أو سالب واحد. إذا هنا كما رأينا تعاملنا مع هذه الرابطة على أنها رابطة أيونية. إذا في المرة الأولى تعاملنا معها على أنها رابطة قطبية فقط، أما في المرة الثانية تعاملنا معها على أنها رابطة أيونية. إذا الفرق 1 و7 في 10 ليس حدا فاصلا دقيقا بين أيونية أو عدم أيونية الرابطة التساهمية. إذا يمكننا رسم الصيغة البنائية لهذا الجزيء كما هو هنا في الأعلى، أو يمكننا رسمها كما هي الآن في الأسفل بالرابطة الأيونية، وكلاهما صحيح. ما قمنا به هو إشارة بسيطة ولمحة عاجلة عن كهرباء السلبية بتعريفها وكيفية معرفة مدى قطبية وأيونية بعض الروابط الكيميائية المختلفة. وللتصحيح فقط أود التنويه أن كتاب ليون سبولينج يسمى طبيعة الرابطة الكيميائية وليس الرابطة الكيميائية كما ذكرته في أول الفيديو.